بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد، خبر حلو جدا. الملواني طبعا كلنا عارفين الملواني وحاجاته بتاعت آيكيا والحاجات التركي، الحاجات التحفة للبيت. فتح هنا، يعني دي بشرة لأهل الرمل، فتح في لوران. طبعا هكتب لكم العنوان بالظبط. احنا يعني بصوا، احنا دلوقتي في شارع، يعني ده طريق أبو قير، شارع أبو قير احنا تحديدا. وهنا برضو عندنا فرع لوران البنك الاهلي، هو في وشه على طول بعد النساجون الشرقيون، يعني النساجون الشرقيون، وده الملواني ديكور هوم. هندخل نتعرف على الحاجات، طبعا حضراتكم شايفين الورد والحاجات دي لان الافتتاح لسه كان قريب، فاهل الرمل هيفرحوا جدا لان هو طبعا ليه فرع في المنشيه والفرع ده جديد. هنعرف بقى ونتعرف كده، قربت لكم المسافه خالص. هندخل بقى نتعرف على اهم الديكورات والحاجات اللي فيه. بس قبل ما ندخل بقى، بصوا بقى، عايزه لايك جامد جدا لان انتوا بصراحه بتتفرجوا ما بتعملوش لايكات، يعني خساره فيها اللايك. فلايك حلو بقى من حبايبي المتابعين، واشتراك يا قلبي لو انت مش مشتركه، ونبتدي ونتوكل على بركه الله، ونبتدي على بركه الله يا حبايبي. وما تنسوش الدعوه الحلوه، ربنا يبارك لكم يا رب. اول حاجه عايزين نتفرج عليها، عندنا مرايات كده فورفورجي شكلها حلو جدا، يعني برواز فورفورجي كانه مرايه حاجه كده مثلا. دي مناظر على فكره، في خصم كمان، يعني هما الافتتاح جديد وكمان في خصم. يعني مثلا برواز الفرفرجي ده كان ب 2300 و200، بقى 1840. دي مثلا حاجه كده كحاجه يعني جديده او ستايل جديد. عندنا مثلا حاجه كده برضو برواز فرفرجي من 1850 ل 1480، دي حاجه. عندنا في تابلوهات كتيره جدا، تابلوهات طبعا يعني فيها من الفخامه الحقيقه، يعني مثلا حاجه زي كده اهي، تعالوا افرجكم بقى على الجمال. طبعا كل حاجه موجود عليها خصم يا جماعه، دي التابلوهات اللي موجوده تمام اهي. في كمان، تعالوا نشوف بعض التابلوهات دي، في حاجات تانية كتيره جدا. في مثلا حاجات كده برضو، هم واضح ان هم متفوقين ما شاء الله في الفرفرجيه. عندنا ده مثلا اهو شكله غريب شويه، من 1800 ل 1440. طبعا دي حاجات بتبقى حلوه في ديكورات البيت وكده. في حاجه لو عايزه حاجه اقل، ده برده اهو بيتعلق كبرواز من 470 ل 376، دي حاجه حلوه. طبعا انا بفرج حضراتكم كل المستويات علشان كل الناس تتفرج وتبقى ايه دي طلبات حضراتكم. يعني تعالوا بقى نشوف هنا مثلا في حاجات للديكورات تانية. عندنا على فكره هوريكم حاجات حلوه جدا، يعني مثلا عندنا حاجه زي كده، دي بيبقى طقم على بعضه. بصوا يا جماعه، ده مجسم تركي، يعني دي حاجات بتتحط مثلا كديكور، عباره عن برواز كده في مرايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كده في منه كده ده 270 الطقم ده، وفي منه على ذهبي، يعني في جولد وفي سيلفر. بصوا شويه مجسمات حلوه جدا. وعندنا كمان هنا اهو حاجه كده برضو زي مصحف مفتوح، طبعا كل ده شغل تركي. وعندنا حاجه كده الله محمد صلى الله عليه وسلم. في بقى طقمه كريستالات اهي، في ده طقم كريستال، ده طقم كريستال 1200، ده 3 قطع كريستال على فكره، ده من 1200 ل 960. طبعا انا بفرجكم الاسعار وحضراتكم برضو تبقوا ايه عارفين. ده طقم مثلا، في طقم تاني اهو اهو منظره برده. في اكتر من حاجه، في حاجات الحاجات دي مثلا حاجه زي كده، دي بقى دي 270 حاجه كده للديكور برده، جواها ورده كده من جوه. عندنا برده ده طقم كريستال. والحاجات بقى الصغيره اللي بتحبوها دي، اللي بتحطوها زي يعني زي الزرع كده، شوفها بكام، مش مكتوب دي برضو، هشوفها دلوقتي بكام. وفي طقم تاني اهو. تعالوا بقى دلوقتي، طبعا قسم الديكور ده كله موجود عليه خصم 20% تمام. وشجر الديكور، لان في شجر كمان لو عايزين حضراتكم الاشجار والحاجات دي، في حاجات زي كده. في ترابيزات كمان نشوفها، ترابيزات اهي، ده لسه بقى في كيستها. في مثلا حاجه كده ترابيزه متداخل طقم على بعضه، دي ثلاثه اهو كده كده حضراتكم شايفينها حلو، كانت ب 2000. هو اي حاجه في المحل عليها خصومات مش كده؟ عليها لحد يوم 25، يا مسهل يا رب. طقم ترابيزه متداخل اهو
2450 ل 1960. طبعا التخفيضات دي يا جماعه بمناسبه الافتتاح. عندنا مثلا هنا مكتوب ايه؟ البيت بيتك، الترابيزه اللي اصغر شرفتونا انستونا، حاجه جديده بصراحه وستايل جديد. وتحت برده البيت بيتك، فشايفين طبعا المنظر جميل جدا. عندنا برده حاجه تانية، ترابيزه هاند ميد للي عايز برده يجدد ترابيزاته، هو حاجه زي كده طبعا شغل عالي جدا. في بقى احنا شفنا اللي هي الدايره، تعالوا بقى نشوف اللي هي المستطيله، برده نفس القصه، ثلاث ترابيزات، واحده اهلا وسهلا فوق اهي، والبيت بيتك، وخطوه عزيزه زي ما انتوا بقى عايزين. عندنا هنا برده كل منتجات زي ما شفنا اهي، كل منتجات الهاند ميد، كل منتجات الهاند ميد عليها 20%. عايزه افرجكم على حاجات كنت بشوفها بصراحه، ويعني كنت اتمنى ان هي تبقى في اسكندريه، حاجات زي دي حلوه جدا. عندنا برده علب اكسسوارز كده شكلها غريب، دي مثلا 185 يعني تتفتح تحط فيها الاكسسوارز، ودي اكبر شويه ب 250. بصوا يا جماعه شكلها تحفه ازاي يعني. وفي حاجات زي كده بقى، حاجات بقى اللي هي ستايل القديم اللي طالعه موضه في الديكورات، دي برده شغل يعني شنط كده. وعندنا حاجه بقى زي الادراج دي، كل ده موجود في الفرع بتاع لوران، ان شاء الله هكتب لكم العنوان بالتفصيل. وفي عندنا حاجه فوق اهي زي الكتب كده، وفي حاجه كده بصوا دي بقى بتتفتح كده اهي، من هنا اتفتح تمام. في كمان يعني زي تابلوهات بالمحبه نستقبلكم، ده مثلا ب 280، ده ممكن يتحط في ريسبشن عشان والناس داخله. في اكتر من حاجه كده للاستقبالات تمام، انا شايفه اكتر من شكل. وفي حاجه الف ليله وليله اهي، واعز الناس، يعني واضح ان هي شكلها حلو، حتى الاطار بتاعها يعني الف ليله وليله دي ب 375 تمام. دي الحاجات بصراحه حاجات عجبتني جدا، وقلت لازم افرج حضراتكم عليها. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الزرع الصغير اللي بيتحط والحاجات دي كلها اللي حضراتكم بتحبوها. عندنا بقى الحاجات دي اللي هي زي كده حاجه ايكيا، ده مثلا ب 70، دي شاليه زرع. بصوا يا جماعه اهي، والصغنونه دي، تعالوا نشوف الصغنونه دي بكام، دي بكام؟ ب 39 يعني، ممكن تعملي منها كده ايه زي ميكس الصغير والكبير. وفي شكل تاني اهو، الاشكال الصغيره زي ما قلنا ب 39، كل حاجه مكتوب عليها سعرها. عندنا برده فوق في حاجات على شكل يعني ايه، على شكل كده سندوتشات تمام، دي مثلا ب 30، تتحط برده ممكن كديكور في المطبخ، مثلا على شكل قطعه بيتزا كده، حاجه كده، دي مثلا ب 26. في ساندوتش تاني، في زي جاتو سواري كده، في ايس كريم، في حاجات حلوه، دي ممكن تبقى كديكورات في المطبخ تمام، او على الثلاجه. دي شكلها اهي. عندنا كمان فوق في حاجه تانيه، دي حاجه زي كده، في مثلا دي اللي احنا شفناها دي ومعرفناش سعرها، بصوا دي 35 اهي، ودي اشكالها. في كمان دي، في لو عايزه بقى بتحبي الازاز مثلا، حاجه زي دي مثلا ب 80 تمام اهي، دي الازاز اشكالها اهي. يا رب الصوت يكون واصل ان شاء الله. في صغيره، وفي برضو على شكل ذهبي برضو، طبعا الملواني انتوا عارفينه اهي، وحاجه كده. في اشكال تانيه تعالوا نشوفوها بقى فوق، لو انت بقى بتحبي حاجه تانية اكبر شويه يعني. عندنا حاجات كده اهي، وزي ما قلنا كل شاليات الورد عليها خصم 20%. اشكال بقى طبعا اللي هقول له، اللي هعرف اقول لكم على سعره حبايبي هقوله لكم. وده شكل تاني اهو، بصوا ودي الشموع بقى، الشموع دي اشكالها يعني مثلا دي ب 42 اللي هو السته دول، شكلهم برده مختلف تمام. وعندنا حاجات زي كده ب 145، دي برده تحط كديكور زي ما حضراتكم شايفين اهي تمام. شفنا بقى الجزء اللي هو بتاع شاليهات الزرع ده، تعالوا نشوف بقى الستاير. عندنا الحاجات اللي هي
عندنا عمود الستاير في بتاخديها بالاكسسوارات بتاعتها، يعني بكل الحاجه بتاعتها، بالحلقات، بالحاجات اللي بتتركب، بكله. يعني مثلا دي ب 145 عمود ستاره بالاكسسوارز بتاعتها كلها. تمام اهو، دي مثلا منظر السوق من هنا عشان لو حابين، وهوريكم طبعا الستاير كمان عنده في كمان الشكل ده، اشكال كتيره جدا لعواميد الستاير، حاجات جديده. مثلا عندك دي كده شكلها، دي مثلا ب 195 طبعا زي ما قلنا بالاكسسوارات بتاعتها. في برضو دي حاجه تانية برضو، شكل تاني هنا كده زي فرفرجي كده مفرغ اهو، ده برضو. دي مثلا الستاره دي ب 145، دي اسمها نحاسي، كل موديل ليه اسمه. على فكره في موديلات تانية كتيره جدا. في حاجه كده برضو، بصوا اهي، ده برضو موديل تاني لو انتوا عايزين تحطوا مثلا ستاير بشكل جديد. دي حاجات نازله جديده، دي مثلا ب 175. في على سيلفر منها، وفي على نحاسي، وفي على ذهبي، زي ما حضراتكم عايزين اهو. في كمان شكل تاني، في شكل تاني تحت بقى اهو، على شكل كده فرع شجر، يعني اللي بتعلقوا فيه الستاره كده. طبعا ده اللي هو قسم الستاير. تعالوا بقى ندخل نشوف الستاير نفسها. بس هنشوف دلوقتي برضو شوية ديكورات هنا، ديكورات اهي، بصوا بقى الجمال. دي بقى بتبقى زي علب كده تقريبا، لا ده شمع، شمع كأنه في علبة، بصوا يا جماعة. وطبعا شمع معطر اهو، بس هشوف لكم بكام دلوقتي. وحاجة كده مثلا، ده برضو شمع معطر، بصوا دي مناظر جديده اهي. طبعا المحل بقى لسه جديد وكده، فعندنا مثلا حاجه زي دي برده، شكل جديد جدا للشمع المعطر، دي ب 110 رايحه. في ياسمين وفي فل، ودي عامله زي بوله الايس كريم كده. كل ده شمع، كل ده نوع، انواع من انواع الشمع. وطبعا زي ما مكتوب كده، خصم 20% على كل انواع الشمع. تمام، بصوا الاشكال، يعني احلى حاجه ان ده مثلا مقفول اهو، تولعيها مثلا خلاص طفيتيها تقومي ايه مغطياها. دي برضو حاجه جديده، بس انا عايزه اعرف دي بكام. دي ب 90 تمام، اللي هي دي الصغيره دي ب 90. وفي مثلا الحاجات اللي زي دي ب 110، شكلها جديد، كل الجديد، كل الجديد فعلا هنا. في شمع ده برضو، بصوا العلبه بتاعته عامله ازاي، عايزه افتحها اهي. ده منظرها كده، هي علبه صاج، يعني انت لو حطيتيها لوحدها كده تبقى اصلا ديكور حلو. وكمان فيها الـ الشمع على فكره، بيبقى كذا ريحه، يعني كذا ريحه حلوه، ريحتها حلوه قوي. في ياسمين، في ورد، في بنفسج، في حاجات كتير. دي كده ب 75 العلبه دي، الحين نحطها مكانها. تمام، وفي برده شكل تاني اهو، كل ده شموع، كل دي شموع كانها برطمان كده، شمع متغطي. تمام، في بقى فوق كمان، في فوق اهي شموع بقى اصغر شويه، دي ب 45 مثلا، طبعا دي بالغطا بتاعها اهي. وفي حاجه كده برده، يعني حاجات كتيره. ده بقى الستاند اللي احنا شفناه اللي كله شموع، حاجات زي الايس كريم، زي الكيك، بصوا شكلها عامل ازاي، شكل جديد جدا بصراحه اهي. بصوا اشكالها كانها كيكه كده محطوط عليها مكسرات، طبعا ده ورد مجفف اللي محطوط عليها من فوق. وهنا كمان اهو، واهو كل دي اشكال شموع جديده. بصوا يا جماعه، قلت كده افرج حضراتكم. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الستاير. الستاير بقى كده قد ايه؟ الستاير بصي، في حاجه عندي بامبو، تمام، البامبو دي بتبقى دي البامبو دي الامريكان، الامريكان كيتشن، تمام. في عندي مقاسات اشكالها مختلفة. بقى اشكالها دي، هي مثلا دي اشكالها، دي اشكالها، تمام. عندي مقاسات مختلفه، عندي 80 عرض، 80 أيوة. سنتي عرض، 90 سنتي عرض، وفي عندي متر، تمام تمام. اسعارها برضو بتختلف، بتبدا من 205 بتنتهي ل 295، اسعارها كويسه ومناسبه. من 205 ل 295 دي كلها للمطبخ. طب والحاجات اللي هي الدبل سيستم والكلام ده، تمام، الدبل سيستم عشان في ناس فعلا سالتني عليها. الدبل سيستم دي حاجه اللي هي بتبقى حاجه بتبقى مكونه من طبقتين، طبقه بلاك اوت وطبقه زبرة. ايوه، الطبقه البلاك اوت دي بتبقى معتمه للاضاءه للشمس، والتانيه دي بتحط طبعا على ال بتتحط في ريسبشن، بتتحط في على الشبابيك الاوميتال بالظبط كده، تتحط في ليفينج، تتحط في اي مكان. الطبقه الثانيه تبقى طبقه ديكوريشن، تمام.
اي عندي حاجه تانية، عندي حاجه اسمها زبرا. زبرا اه بتبقى شكل برضو تخلي نشوف كده. طب دي بتبقى بالمتر بقى ولا ايه؟ اه بالمتر. اه المتر المربع 550 دبل فيس. اه 550 المتر دبل فيس. وعليها خص؟ عليها خصم 20%. تمام. وبالنسبه لهنا؟ هنا الزبرا برضو دي حاجه بتتحط برضو في ليفنج وريسبشن، بتتحط على الشبابيك كده. دي عامله 575 متر مربع. 575 اه تمام. ده السيستم برضو. ايوه برضو زبرا. زبرا هو كمان. زبرا اشكالها مختلفه متنوعه كتير. كل جدا. كل الاشكال موجوده هنا وكل الاشكال عليها خاص 20%. تمام. والبلاك اوت احنا قلنا عليها. تعالوا بقى نشوف البلاك اوت يا جماعه، دي اخر حاجه بقى. دي البلاك اوت يا جماعه اهي. دي بتبقى عازله للضوء والحراره. اه عازله للضوء والحراره. بيبقى المتر بقد ايه؟ في 260 وفي 295 وبرده عليهم خصم 20%. تمام. 250 و290 عليهم 260 و295. تمام. وعليهم خصم برده 20%. بيبقى ده اللون الوحيد ولا في لون ثاني؟ عندي الوانات كتيره وعندي اشكال كتير وعندي بلاك اوت اطفال وبلاك اوت مطبوع. بلاك اوت اطفال ومطبوع. ماشي. متشكره جدا يا حبيبتي. آه طبعا احنا عملنا جوله كده سريعه، شفنا الحاجات اهم الحاجات في الافتتاح وكده. طبعا في حاجات تانية منزلية. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.